السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملاها أنا وحيسين وحلا يراهدو مراكش الصومالي ده كعنت كوه هي أنت هدم بانية فؤاد وارجع جوا حسن رست إلى سبحانه وتعالى خير صيو سو صحفيين تبوك ميديا. وحال هنك دعي أنا بس سمعت هالكلام لسمي وحي فور بالدوت هاي مراكش تكلية الصومالي ده مراكش الصومالي ده كي أتصي وحكم ده شيخ مصطفى وشيخ علي ويا كم ده هاي لا سبحانه وتعالى خير صيو هلو دعينا مال في عنا ومريان وحبذنا وكشقيان وحكشقيان وحكم إذا هذي بان فان نقطيو هذي إدارة معمولية سدد يكوش نقطيو هذي معلمين تو كوش لصي هذي نقطيو حتى بس مراكز الصومالي دا وقت بمحل إذا في أنحاء الوضع كفوغلا هم محل إذا من وقوي إلا كونفور وحي ليه حتى ميل كمان قرسين سدد ميل خلوم ميرو كوش شبكو بحنا إلهي سبحانه وتعالى هينا بركة يو وح بدن بلورن لها لكن أنا قال ليه كدس بالله قد يجي وحنا رانا ما قرنا يدي كدس لقى قد يقول يجيب هذا باش يقرأ عليه هذا ونعذارنا يا إلهي دم بيجي نهار دافو كي ولا كنا دافو أنت هالك سوق بنقاب سيء أنت يدست إلهي سبحانه وتعالى مساك حسن الله الله قدره هنا قلنا كون تفعل الله هنا قد يقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.